أين أنتم؟ لقد تأخرتم كثيراً. لقد غلبني النعاس، لكن لا عليك الآن، عد أنت إلى المنزل وسأستلم مكانك في الحراسة. ولكن من هؤلاء؟ أنا خبير في أسلاك تليفونات، خبير أجنبي، وهذا ولد مساعد لي. أرسلنا الإمام لنتأكد إن كانت حرارة الهاتف مظبوط أو نات. انظر إليها، إنها تتحدث العربية. هيا لا تؤخرنا عن عملنا. سأنام لمدة أسبوع. أحسنت أيها الضابط حسين، أحسنت يا دراجة. لقد أصبح يتحدث الآن، وخبير أجنبي أيضاً. حسناً، سنرى ما الذي يريده الخبير الأجنبي من سنترال الاتصالات. اقترب الوقت، هيا يجب أن أفصل كافة الأرقام التي في القائمة. هل تريد مساعدة؟ لحظات وسيساعدني كلاكما. فليثبت كل منكم في مكانه، سأطلق النار مع أي حركة. أستسلم وسأعترف بكل شيء. لماذا تلاحقنا؟ أريد أن أعرف السبب. إلى أي عصر نذهب إليه؟ أراك تلاحقنا، لن تتمكن يا شيطان، لن تنهزم الثورة مهما فعلت. اصمتي، إنه ليس شيطان الذي نعرفه. ابتعدا عن الأجهزة حالاً، وإلا أطلقت النار. أنت توجه سلاحك إلى العدو الخطأ، نحن هنا بحثاً عن حريتك، لسنا الأعداء بل شيطان، ووالده هو من استعبدكم طيلة سنوات عمركم. اهدأ اهدأ أرجوك. حسناً سأبتعد. وجدت هذه يا مولاي. إلي بها. ابحث عن حبل وقيده به. إن تحركت يا أبكم سأقطع ركبتها. لك حرية الاختيار، صديقتك العزيزة أم الثورة التي تدبرونها؟